اذا كان السيستم ستيبل وفي الحاله هاي السيستم عندي ستيبل مش هيك كان عندنا ستيبل كان اوبن لوب ستيبل اف سيستم از اوبن لوب ستيبل اند فولي ستيبل اوبزرفبل يعني ممكن هلا ممكن تقولي ليش بدي اعمل هيك صحيح لكن ممكن اذا كان السيستم اوبن لوب ستيبل والسيستم بالحاله هاي كان اوبن لوب ستيبل عندنا هاي البولز كانوا في الليفت هاند سايد ماينس 1 وماينس 3 راديانز بير سكند وكان طبعا فولي ستيت اوبزرفبل ممكن احنا نعمل ديزايننج لاوبزرفر نراقب فيها الحاله تبعت البلانت بدون ما نعمل كنترولر ففي الحاله هاي راح نعملها 10 اضعاف اذا السيستم رح نعمل الأوبزيرفر 10 تايمز فاستر هلا 10 تايمز فاستر في الحالة هاي بدها تكون من البلانت لأن أنا مش رح أركب كنترولر فبكون عندي ديزايرد بورت تساوي ناقص 10 رادز بير سكند ناقص 30 رادز بير سكند ناقص 30 أسرع من ناقص 3 بعشر مرات وناقص 10 أسرع من ناقص 1 بعشر مرات اذا البولينوميال الجديد راح يصير الديزاير بولينوميال بصير عندي اس بلس 10 في اس بلس 30 ويساوي اس سكوير زائد 40 اس زائد 300 مظبوط فبصير عندي الفا 3 بتساوي 300 الفا 2 بتساوي 40 والفا 1 بتساوي 1 مظبوط الفا 3 الفا 2 الفا 1 هيك مظبوط احنا التعبير عندنا مظبوط هذه لازم تكون 2 وهذه 1 وهذه مظبوط هو اصلا سكند اوردر سيستم فبصير عندي الان ال بتساوي تي او 300 ناقص 3 هي 300 وهي عندي هون 3 وبعدين عندي 40 ناقص 4 بالحالة هاي تي او ما كانت ايدنتيتي ماتريكس مظبوط ايش كانت تي او؟ تي او بتساوي 1 ناقص 2 ناقص 2 5 فلازم نضرب هلا هاي 300 ناقص 30 بتصير عندي 297 297 97 وهاي بتصير 36 كلها لما بضربها ب تي او من هون بتعطيني 225 وناقص 414 هذه اوبزرفر بس للبلانت بدون كنترولر وهذا ممكن هلا لو السيستم كان انستيبل ممكن طبعا اصمم اوبزرفر بقدر اصمم اوبزرفر لانستيبل سيستم اذا السيستم فولي ستيت اوبزرفبل بقدر بس شو راح اشوف؟ راح اشوف انستيبل فاليوز يعني ما لهوش معنى اني راقب سيستم هو انستيبل الاولى اني قبل ما اعمل ايش اعمل له؟ ستابلايزيشن باستعمال كنترولر بعمل له كنترول لحتى اعمل له ستابلايزيشن بعدين بقدر اعمل له اوبزرفيشن لكن ممكن في الحاله هاي ممكن اذا السيستم كان اوبن لوب ستيبل إذا حبيت ممكن أعمل له observation وأصمم له observer تكون 10 مرات أضعف من السيستم الأسرع